الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آبائي الكرام، إخواني، نذكر أنفسنا وإياكم بفضل عمل مهم، وهو التوبة والاستغفار. الله عز وجل ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والله عز وجل يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله فتح باب التوبة، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، ولا يزال العبد في سعة وفي فرصة لكي يتوب. قالوا جاء في الأحاديث: حتى يغرغر، يعني حتى تصل الروح إلى الحلقوم. فالله عز وجل فتح باب التوبة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تنصرون. إذن الله عز وجل فتح هذا الباب، والله عز وجل علم حال الإنسان وأنه مقصر وأنه مذنب. ولذلك جاء في الحديث: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. عندما ننظر في قصص الأنبياء كيف تاب آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كيف تاب موسى، كيف تاب نوح، كيف تاب محمد، كيف تاب داود خر راكعا وأناب فغفرنا له، كيف تاب جميع الأنبياء. نجد أن التوبة صفة من صفات المؤمنين، من صفات عباد الله، من صفات القريبين من الله. التوبة: استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية أكثر من 100 مرة. إذن التوبة ليس فقط يقول الإنسان: أتوب من ماذا؟ شو أنا أتوب؟ ما عندي ذنوب. فقد يقول واحد: سبحان الله، ما في إنسان ما عنده ذنوب. لكن قد يقول إنسان: أنا الحمد لله يعني أصلي وأصوم وملتزم، من ماذا أتوب؟ لا، العلماء دائما يقولون حتى التوبة، توبة المسلم لها أقسام. هناك توبة العبد من حسناته، ومنها أن يتوب ويستغفر من تقصيره في العبادة. مهما عملت إلا أنك لازلت مقصر في العبادة، ينبغي أن تستشعر هذا. وأن نتوب من إعجابنا بعملنا، وأن نرى هذا العمل، أننا نرى العمل أو بقوتنا وحولنا: لا حول لنا ولا قوة إلا بك. دائما تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تؤدي العمل ويكون العمل فيه تقصير. ولذلك نحن بعد الصلاة عندما نسلم نقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لماذا نستغفر الله ونحن أكملنا عبادة؟ لماذا لا نقول بعد الصلاة مباشرة: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ثم بعد ذلك نؤدي الأذكار؟ لا، نقول: أستغفر الله، لأنه دائما عما قد يحصل في الصلاة تستشعر دائما التقصير. الله عز وجل قال لرسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم بعد ذلك يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
والتوبة واجبة. قال العلماء التوبة واجبة، والتوبة لها شروط، وشروطها إذا كان الذنب مع بينك وبين الله له ثلاثة شروط: أولا الإقلاع، ثم الندم، ثم العزم على عدم العود. هذه ثلاثة شروط متعلقة بالتوبة إذا كان الذنب متعلقا بحق الله: الإقلاع من الذنب وتركه، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه. وإذا كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد كمال أو عرض أو غيره، ينبغي أن يعاد الحق إلى أهله أو أن يستسمح من صاحبه. هذا الشرط الرابع من شروط التوبة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين، وأن يتقبل توبتنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.